بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نواصل قراءة والتعليق على هذه الرسالة التي هي 48 سؤالا في الصيام، ونحن في السؤال السادس الذي يقول فيه: بعض أئمة المساجد في رمضان يطيلون في الدعاء وبعضهم يقصر، فما هو الصحيح؟ ونحن ذكرنا هذا وبيناه، وذكرنا أنه جاء فيه الأدلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالأثر الذي ذكرناه، الذي هو: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، إلى آخره. ثم عندنا الحديث الصحيح الذي عند ابن خزيمة وصححه العلماء، أنهم كانوا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يلعنون الكفار بأدعية ذكرنا منها: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، إلى آخره، ويدعون للمسلمين. ثم قال في الجواب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: الصحيح أن لا يكون غلوا ولا تقصيرا، أي أن الإنسان يدعو في صلاة التراويح عند القنوت دعاء معتدلا، ليس هو بالقصير القصر المجحف، ولا هو بالطويل الذي يحمل على السآمة والتعب. وطبعا لا يفوتني أن أنبه إلى أن الأذكار التي ذكرتها لكم في المجلس السابق والتي أشرت إليها الآن ليست هي على سبيل الحصر والتعيين، بل يجوز للإمام أن يدعو في صلاة التراويح كيفما شاء، إلا أنه يحرص على السنة. فإذا ناسب شيء دعا لأجله، إذا كانت هنالك مناسبة معينة ذكرها في دعائه فلا بأس. قال الشيخ: فالإطالة تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال له كما في رواية أخرى: هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى؟ نعم. فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، يعني تلك الأحاديث التي ذكرناها الآن، أو يزيد عليها شيئا قليلا لا يشق. ثم قال: ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس. والله بعض الأئمة في بعض المساجد لما يوصل لدعاء القنوت يطيل أكثر من الركعة، طوله يفوق طول الركعة، يعني إذا كان يقرأ في الركعة ربع تلقاه في الدعاء المدة التي يقضيها في الدعاء أطول من الركعة، وهذا يحمل على السآمة ويحمل على الخطأ من طرفه، لأن الإنسان إذا أطال في مجلس أو أطال في شيء صار الشيطان له فيه مدخلا، كما قال أحد السلف وأظنه ابن سيرين رحمه الله، يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مدخلا. فكذلك الدعاء إذا أطال ربما أخطأ. وأنا أذكر إماما في صلاة التراويح جعل يدعو وكأنه جعل يستقصي كل الأدعية القرآنية، كل الأدعية القرآنية، يعني وين كاين في القرآن الكريم ربنا أذكرها؟ ها كاين وين؟ معليش، ربنا هب لنا من أزواجنا، معليش، هذه أدعي بها كاش مشكل. فإذا به ماذا يقول؟ يقول: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. والناس كاين اللي في الصلاة تشوكا، يعني كيفاش تدعي بهذا الدعاء؟ كيف يخرجك من وين لقى اللهم ادعى بها؟ هذا خطأ، هذا خطأ. قال: وترهقهم ولا سيما الضعفاء منهم، لأن الإمام يقتدي بأضعف المأمومين، قد يكون وراءه من به مرض، فإذا أطال في الدعاء تأذى بسببه. ومن الناس من يكون وراءه
أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. طيب شوفوا العلماء، هذه نظرة العلماء. العالم يقدر كل شيء. واش قال لك هنا؟ قال لك المصلين منهم من له أشغال ويحشم يخرج في وجه الناس وفي وجه الإمام، يكمل قبل الإمام. واش راح يدير هذا الإنسان؟ راح يبقى موراك خلف دعاء القنوت ويضيع أشغاله فيتأذى، وربما تلك الأشغال منها ما هو من قبيل الضرورة والحاجة الملحة. فالإمام لابد عليه أن يقدر الناس، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. يعني فوق المنبر خفف، خفف فوق المنبر، ما تطولش، ما تديرش خطبة فيها ساعة كاش، هذه ما يلزمش، هذا مخالف لمنهج رسول الله. نفس الشيء بالنسبة لدعاء القنوت. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين، أي معتدلين. كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر. بعض الناس تجده يغضب إذا لم يدعو الإمام في القنوت، وبعض الناس تجده يتنقل بين المساجد يبحث عن إمام يقنت في صلاته. حكم هذا القنوت أنه مستحب وليس واجبا، ومعناه إذا خشي الإمام لجهل الناس أن يظنوه واجبا تركه حتى لا يتوهم الجاهلون أنه فرض وواجب، وكان أيضا يكرهه بعض المالكية. السؤال السابع: ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ سبق معنا هذا في الصفحة رقم 14، وفصلنا في الحجامة وبينا حكمها في رمضان، ورجحنا ما قاله بعض العلماء وهو أنها تفطر في حالة واحدة إذا أضعفت المحتجم له، إذا أضعفته صارت رخصة هنا أن يفطر، وإذا غلب على ظنه أنها ستضعفه لا يجوز له أن يقوم بها، تصير مفطرة. أما الذي يفعلها فليست مفطرة له على الراجح مهما كان. قال الجواب: هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين، وقد رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله أيضا، وهو صحيح، وهو أيضا مناسب من الناحية النظرية، لأننا ذكرنا أن الشيخ يرى أنها مفطرة، لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء، فإذا كان الصائم محتاجا إلى الحجامة وحجم قلنا أفطرت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن. أما إذا كان غير محتاج نقول له لا تحتجم إذا كان الصيام فرضا، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر، لأن الشيخ يعتقد أن الحجامة مفطرة. واضح طبعا، وهذا الكلام قد يجرنا إلى بعض المسائل الطويلة والخارجة عن الموضوع. أيضا فكثير من إخواننا الذين يحجمون لم يفقهوا الحجامة ولم يعرفوا حقيقتها فعلا، وبالتالي تلقاه يفتح مثلا 10 كؤوس، هذا خطأ، الاعتدال هو 6 كؤوس على الأكثر، مش يدير له 20 كأس ويفتحها جميعا، لا شك أنه سيضعف، لكن 6 كؤوس تفي بالغرض وفي نفس الوقت لا يضعف المحجوم. واضح؟ السؤال الثامن: ما حكم ذهاب أهل جدة من مكة لصلاة التراويح؟ نعم، الجواب: لا حرج في أن يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام كي يصلي فيه التراويح، لأن المسجد الحرام مما يشد إليه الرحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث، ويقصد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد الأقصى، والمقصود بشد الرحال أي السفر من أجل الصلاة فيها. أما المساجد الأخرى فلا تشد إليها الرحال إلا لمصلحة أو حاجة. مثلا نعرف أن
المسجد الفلاني في الولاية الفلانية فيه حلقة علم، فيه مجلس ذكر، فنسافر لأجله، لأجل ذلك المجلس ولأجل ذلك العلم، فهذا لا حرج فيه. أما شد الرحال على هيئة الحج فإنه لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاث. قال: ولكن إذا كان الإنسان موظفا أو كان إماما في مسجد فإنه لا يدع الوظيفة أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام، وهذا كلام يقال في كل الشؤون. لا يجوز للإنسان أن يترك وظيفته ويذهب للصلاة، صلاة الجماعة مثلا كما قال علماؤنا، إذا كانت وظيفته يؤذن أثناءها بشرط أن لا يدع الصلاة تخرج عن وقتها. لماذا؟ لأن الذي يصلي في الجماعة ويترك وظيفته يكون قد قدم واجبا على واجب أولى منه، اللي هو الحفاظ على العهد. على بالكم باللي الموظف الخدام لما يمضي العقد باللي راه بدا يخدم، هذاك عهد باللي يخدم من 8 ل 12 من 1 ل 4، هذاك عهد. إذا أخلفه يكون قد اتصف بصفات المنافقين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو من كان فيه بعضها ففيه شعبة من شعب النفاق، وذكر منها: وإذا عاهد أخلف. واضح؟ فإذا تعارض الحفاظ على العهد مع صلاة الجماعة نقدم الحفاظ على العهد، إذا تعارض الحفاظ على العهد مع الصلاة في وقتها نقدم الصلاة في وقتها. لازم نميز بين وقت الصلاة والصلاة في جماعة. نفس الشيء، هذا هو مقصود الشيخ. إنسان يروح للمسجد الحرام وخلى خدمته، لا شك أنه ستتعطل مصالح الناس أو بعض هؤلاء الناس، وعليه لا يتركه. الإمام لا يصلي في مسجد آخر ويترك مسجده، يلزم يصلي في المسجد الذي عينته الدولة فيه، إلا إذا ضمن عدم وجود مشكلة أو فوضى، وكان الذي قد أخلفه أهلا لكي يصلي بالناس. هذه أحكام دقيقة تتعلق بأحكام الإمامة وأحكام المساجد. قال: لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة، وأما القيام بالواجب الوظيفي فإنه واجب، ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل فعل السنة. وقد بلغني أن بعض الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام أو من أجل صلاة التراويح، وهذا لجهلهم بهذه الأحكام. وهذا خطأ، لأن القيام بالواجب واجب، والذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو الاعتكاف ليس بواجب. فإذا تعارضت السنة مع الواجب، السنة يعني المستحب، نقدم الواجب على المستحب، وهذه قاعدة، وهذه ينبغي أن تنزلوها في كل شيء. في كل شيء عندك حاجة واجبة وعندك صلاة تراويح، وش تدير؟ أنت على بالك باللي وصلك اتصال باللي راهم جايينك ضيوف، لا بد أن تستقبلهم ولا بد أن تقوم بشأنهم، وفي نفس الوقت عندك صلاة التراويح، تذهب ولا تستقبل الضيوف؟ إذا كان ذلك الضيف أهلا للاستقبال وينبغي إكرامه وإنزاله منزلته، أما إذا كان ثقيلا، ضيفا ثقيلا أو ضيفا يعني مقززا أو ما شابه، فالذهاب إلى التراويح أولى، ولا قل له نستقبلك في المسجد. هذه نعم. السؤال التاسع: ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال؟ قبل أن نجيب ونقرأ الجواب، عندنا حديث وهو قول الصحابة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تتبع المساجد. وش معنى هذا الحديث؟ إذا كان في الحي تاعك مسجد، ما تروحش تصلي في مسجد حي آخر، أو تبقى تحوس على المساجد وأنت عندك مسجد في الحي تابعه. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض علمائنا قالوا: لا، إنما المقصود بهذا النهي عدة علل وعدة حكم. فقالوا مثلا: لا يجوز تتبع المساجد إذا أفضى هذا إلى فراغ المسجد، مسجد الحي. تخيل عندنا حي وحي مجاور، الحي المجاور فيه مقرئ يقرأ بالتجويد أو فيه شيخ يدرس، و
يقرأ بالأحكام. ومسجد الحي فيه يعني شخص عادي والناس كلهم يروحون المسجد على الحي المجاور، سيعطل بيت الله وتعطيل المساجد حرام. قالوا هكذا. منهم من علل وقال كي لا يفهم أنه لا يجوز الصلاة خلف إمام ذلك المسجد، لما يشوفوك الناس اللي ما يعرفوش ما تصليش في ذاك الجامع قادرين يفهموا باللي انت تكفر ذلك الإمام أو تبطل الصلاة خلفه، فتحدث فتنة وتحدث مشكلة عظيمة. وأما إذا كان الإمام الذي يصلي في ذلك المسجد مبتدعا والإمام الذي بجنبه سني، فماذا نصنع؟ كثير من العلماء قال تصلي خلف السني، لأن اتباع السنة أولى من متابعة الإمام. ومنهم من قيد إلا إذا خفت أن يتعطل المسجد أو تحدث فتنة، فهنا نقدر المصلحة والمفسدة ونقدم الأرجح والأصلح. ابن عثيمين يرى لا بأس مطلقا، يرى أنه لا بأس بذلك مطلقا، والصواب أنه متى أمنت الضرر والفتنة جاز لك ذلك. قال أرى أنه لا بأس في ذلك، لأن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل أن لا تخلو المساجد من الناس، ولأجل أن لا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة، فيحدث من هذا ارتباك، وربما يحدث أمر مكروه، وربما يأتي إنسان يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه الناس بكثرة. نعم، هذه كلها علل وفتن تحدث في المساجد، ولا بد من القضاء على هذه المظاهر وعلى هذه الآفات، ولا بد على الإمام أن ينبه على هذا من فوق المنبر وقبيل الصلاة وفي دروس العلم، لأنه في المساجد يا إخواني لا يأتي فقط الصالحون، بل يأتي من نيته الإفساد، ويأتي من يكره الإمام كي يؤلب الناس على إمامهم، ويأتي ربما حتى من يقصد الحرام كما ذكر هنا الشيخ، لأن الناس لم تعد لهم عند أكثرهم لم تعد لهم في قلوبهم قدسية لمساجد الله. ولهذا تجد الآن لما تدخل إلى المسجد كثيرا من الناس يتكلم في الهاتف داخل المسجد، ولربما يشاهد مقاطع الضحك داخل المسجد والله العظيم، ولربما تجده حتى يشغل مقطعا فيه موسيقى داخل المسجد ولا يبالي بحرمة المسجد. مضى وقت من الزمن كانت للمسجد قدسية عظيمة، أما الآن فالغيبة داخل المسجد، الغيبة تحذير الناس من الناس داخل المسجد، تلقى إنسان يحذر من شيخ ومن داعية ومن عالم داخل المسجد، يغتاب عباد الله داخل المسجد، وهذه آفة خطيرة. فما بالك إذا تعلق الأمر بإمام المسجد وبإحداث فتنة حوله وبقذفه، وهذا كله نعيشه. قال ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد مسافة، وهذا وقع، والشيخ يتكلم عن حوادث وقعت. رب امرأة ذهبت كي تصلي القيام فأذاها الناس بعد ذلك، ووجدت من أذى الناس ما الله به عليم، ولربما وجدت الأذى من النساء فضلا عن الرجال، وهذا أيضا كثير، ولربما وجدت الأذى ممن ظاهره الصلاح والاستقامة، وهذا كله موجود. ولهذا نحن نرى أن الإنسان يبقى في مسجده لما في ذلك من عمارة المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة. كي نحتم به، الأصل أن يكون في البلدة مسجد جامع وأن لا يكون في الأحياء مساجد. الأصل أن يكون عندنا مسجد جامع هو الذي تصلى فيه الجمعة والأعياد، واضح. وأما الأحياء لا تكون فيها مساجد، لا سيما إذا كانت متقاربة، إذا كانت متباعدة أو كان الناس فيها كثر، هذه تولي واجب كفائي يلزم يديروا فيه مسجد، لأن كثرة المساجد يؤدي إلى تفرق الناس، لأنه يصير للناس عدة أئمة، وكل إمام ومنهجه، وكل إمام ومذهبه، وعليه ربما يختلفون، فتجد أهل مسجد الحي الفلاني يبدعون أهل المسجد الفلاني أو الحي الفلاني، وهذا واقع ونعيشه،
لا سيما في طالعة الألفين. هذو عندهم عندكم نشاط هنا دوكا؟ ايه خلاص غير يدق الجرس. صح دق الجرس. اشفوا وين حبسنا؟